خاصه من الدرجه الحمراء وهو اعلى مستوى يقظه تصدره المديريه العامه للارصاد. تراكم التساقطات بين الرابعه من بعد زوال اليوم والحادي عشره من ليله الاحد قد يتراوح بين 80 و150 مليمترا بمناطق زاجورة، تنغي، الراشدية، ورزازات وطاطا، وتراكم سيتراوح بين 60 و90 مليمتر نهار غد السبت بأسزاد وسمار. في النشرة الخاصة أيضا من الدرجة البرتقالية هذه المرة تراكم التساقطات سيتراوح بين 30 و60 مليمترا بجنوب ميدلت أزيلا للحوز، وذلك بين الرابعة من بعد زوال اليوم والحادي عشر ليلا من ليلة الأحد، وبين الواحدة من زوال غد السبت والحادي عشر من ليلة السبت أيضا ستتراوح المقاييس بين 30 و60 مليمترا بكل من جنين سيدي إفني وتزنيت. والكراج جيت بالحوس، الكراج جيت بالحوس الباقي سني بس طريق الجمعية هات الفيضان صاحبي، والله الا الفيضان سيدي انا فضل ينيت بس سلعتها لازم زي كان عشان لما عند عشان لنا كاينين ها راس التعاون اللي ينوح دانا دانا سيدي لنا هذا الصندوق نتاعها اللي كانت لا 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 عجب المولى نايت اسيفه وي يا ورد شي قال البيسين غتيا غادي تخدم ساعه حتى تربات شاف دا اللهم زيد وبارك اللهم زيد وبارك اه شوف 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 ابا با با وتحلى الحياة وتحيا الحياة